من ضمن الأسئلة، أنا بدرس هندسة ميكانيكي باور في جامعة رودن في موسكو أوروبا لسوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأريد النزول في مصر والدراسة في الجامعة الكندية وأنزل في نفس السنة الدراسية، هل هتساوي في سوق العمل؟ اللي يهم يا محمود إنك هتتخرج من شهادة حاصل على الجامعة الكندية، سيبك بقى من جامعة موسكو، مع احترامي أنا معرفش التفاصيل بتاعتها، ولكن أنت خلاص أنت كده قررت الجامعة الكندية، فأنت تتخرج من شهادة حاصل عليها الجامعة الكندية. الجامعة الكندية جامعة كويسة، الريبيتيشن أو سمعتها نوعا ما في السوق كويسة، هي دي اللي هتعمل فرق. سيبك بقى من جامعة موسكو والكلام ده، لأنه خلي بالك في بعض الأماكن هنا في مصر بتخاف قوي من الجامعات اللي هي بره، خاصة بقى موسكو أوكرانيا والحتت دي عندهم شكوك بالنسبة لهم إنها فيها جامعات كتيرة ضرب، اللي هو بقى جامعة يعني ادفع وخد الشهادة نظام مرجان أحمد مرجان ده، فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا. فأنت ما دام خلاص خلصت من جامعة كندية، تعالى هنا مصر وخلاص ادرس فيها وتخرج، وإن شاء الله ربنا يوفقك بإذن الله. وممكن تذكر ده في الانترفيو إنك في موسكو جامعة كويسة وبتاع، ولكن بلاش تركز عليها قوي، ركز على إنك اتخرجت من الجامعة الكندية وربنا يوفقك إن شاء الله.